إذن تواصل الولايات المتحدة الأمريكية دعمها العسكري لإسرائيل منذ بدء حربها على غزة بتزويدها وباستمرار بأنواع عدة من الذخائر وفقا لتقارير أمريكية وإسرائيلية. صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن البيت الأبيض وافق على شحن قنابل زينتها 500 رطل إلى إسرائيل. كانت إدارة الرئيس بايدن علقت إرسالها منذ شهرين بسبب مخاوف من استخدامها ضد المدنيين في غزة. المسؤولون الأمريكيون أضافوا وفق الصحيفة أن هذه القنابل في طور الشحن ومن المتوقع وصولها إلى تل أبيب في أسابيع. كما أشاروا إلى أن القنابل الأثقل التي وزنها 1000 رطل كان من المفترض أن تكون جزءا من نفس الشحنة لكنها لا تزال معلقة. وكانت الشحنة الأصلية تتضمن 1800 قنبلة ثقيلة و1700 قنبلة من أصل 500 رطل. بينما كشفت تحقيقات سابقة باستخدام جيش الاحتلال القنابل الأمريكية في قصف مدارس إيواء وتجمعات سكنية لمدنيين في غزة ما أدى لاستشهاد العديد منهم وإصابة آخرين خصوصا الأطفال والنساء وفقا لتقارير صحفية أمريكية. آخرها كانت تحقيقا نشرته شبكة CNN يفيد باستخدام الاحتلال ذخائر أمريكية الصنع من نوع 39 جي بي يو في قصف مدرسة العودة في خان يونس خلال اليومين الماضيين جنوب قطاع غزة ما أدى إلى وقوع مجزرة راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى. وقد وقع التعرف إلى بقايا شظايا الذخيرة التي قصفت بها المدرسة بالعودة إلى خبراء عسكريين وفقا للشبكة. وهي ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الاحتلال قنابل أمريكية الصنع في استهداف المدارس التي تؤمن نازحين في غزة. إذن بهذا الخصوص كانت صحيفة يدعو تحرنوت أفادت في تقرير سابق أن نصف ذخائر الاحتلال التي استخدمها الجيش الإسرائيلي منذ بدء عدوانه على غزة في 7 أكتوبر الماضي مصدرها الولايات المتحدة. موازاة مع هذه المعطيات كانت صحيفة واشنطن بوست ذكرت في تقريرها أواخر الشهر الماضي أن الولايات المتحدة وافقت على أكثر من 100 صفقة مبيعات سلاح لإسرائيل وقدمت مساعدات عسكرية تفوق 6 مليارات و500 مليون دولار منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. للحديث أكثر ينضم إلينا من واشنطن الدكتور توماس واريك مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق وكبير المستشارين بالمجلس الأطلسي. أهلا بك معنا. بعد تقرير CNN باستخدام إسرائيل قنابل أمريكية الصنع وصلت من أمريكا إلى إسرائيل استخدمتها في قصف مدرسة العودة في خان يونس جنوب قطاع غزة، تواصل الولايات المتحدة الأمريكية إرسال الذخائر والمساعدات العسكرية لإسرائيل، كيف يقرأ هذا؟ منذ أن هاجمت حماس إسرائيل في 7 أكتوبر الولايات المتحدة الأمريكية أمنت لإسرائيل الذخائر لأن تشن حربها ضد حماس. الأهداف التي تكلمتم عنها التي لإسرائيل أسباب تظن بسببها أن هناك مسؤولين ربما لحماس أو أمور متعلقة بحماس في هذه المراكز، لهذا تستهدفها، وهي أيضا تؤدي إلى زيادة الضحايا المدنيين بدلا من إجلائهم. ولكن الرئيس بايدن ومستشاريه كانوا قلقين جدا عندما بدأت إسرائيل باستخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق السكنية بشكل كامل، حتى ولو كان فيها أعضاء من حماس ربما هناك أسلحة أفضل لاستهداف الأهداف العسكرية مع الحفاظ على البنى التحتية المدنية حولها من دون ضرر كبير. هذا أدى إلى قطع إرسال المساعدات لفترة، ولكن كان هناك اتفاق أن الذخائر
الأصغر سوف يستمر تأمينها. والولايات المتحدة الأمريكية في الوقت نفسه أعلنت في الأيام الأخيرة زيادة 100 مليون دولار للمساعدات الإنسانية للفلسطينيين، ولكن هذا جزء من موقف الأمريكي طويل الأمد الدعم لإسرائيل، وهناك حدود لهذا الدعم، ولكن الدعم يزال قويا جدا حتى هذه اللحظة، خاصة وأن إسرائيل وحزب الله أيضا هناك توتر بينهما في الحدود بين إسرائيل ولبنان، وهناك إمكانية لحرب هناك أيضا تشكل قلقا لواشنطن. نتحدث الآن نحن عن الأسلحة الأمريكية التي بتقارير أمريكية وتقارير إسرائيلية تفيد بأنها تستخدم في قطاع غزة أثناء بحثها بحسب قولك على عناصر من المقاومة في قطاع غزة. في الأثناء قتلت إسرائيل ما يقارب 40,000 شهيد وأكثر من 80,000 مصاب وجريح في قطاع غزة بأسلحة أمريكية. وبعد ذلك يعني في خبر جديد جدا، الولايات المتحدة الأمريكية تبلغ جالنت بأنها سترسل أسلحة مهمة لإسرائيل. يعني هذه لا تعتبر مساهمة مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية في قتل المدنيين في قطاع غزة؟ إسرائيل تقول أنها تستهدف أهدافا عسكرية، والمشكلة هي بطريقة اختيار حماس في خوض هذه الحرب التي تنتهك القانون الدولي ومبادئ القانون الدولي. بعبارة أخرى، القانون الدولي يتطلب من الجيوش أن تلبس ملابس معينة وأن لا تكون متواجدة في الأماكن المدنية، والأماكن المدنية تخسر حمايتها عندما تستخدم لأهداف عسكرية. التحدي هنا هو أن هذه الطريقة التي اختارتها حماس في هذه الحرب، وإسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها وأن تستهدف القوات العسكرية التابعة لحماس، والتحدي يكمن هنا بطريقة قتال حماس في زيادة، هذا يؤدي إلى زيادة القتل والمعاناة للمواطنين في غزة. الدمار الشامل الذي حل بالمكان بكامل القطاع تقريبا، وكذلك الخسائر البشرية في صفوف المدنيين، ألا تكفي لتعليق الولايات المتحدة الأمريكية مساعداتها اللامحدودة العسكرية لإسرائيل؟ المساعدات ليست غير محدودة لأسباب متعددة، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس بايدن والكونغرس الأمريكي وأعضاء من الحزبين يستمرون بدعم قدرات إسرائيل لأن تقوم بالعمليات العسكرية ضد أهداف تابعة لحماس. هناك في واشنطن شعور أنه سوف نصل إلى وقفة إطلاق نار قريبا، وسوف ينتهي هذا القتال، وسوف يكون هناك عودة للأسرى الذين اختطفتهم حماس في 7 أكتوبر، ونحن نأمل أيضا أن وقف إطلاق النار سوف يكون ناجحا وسوف يؤدي إلى حل مستدام ونهاية لهذا القتال. ولكن هناك أسابيع من المفاوضات أمامنا قبل أن نصل إلى هذه الخطوة. كان هناك خطوة إيجابية، حماس وافقت منذ بضعة أسابيع على أنه ليس من الضروري أن يكون هناك اتفاق مكتوب بشكل مباشر لإنهاء القتال بأكمله، وهذا سمح بفتح باب المفاوضات لإمكانية أن حماس سوف ربما تتخلى عن الحوكمة في غزة وتسمح لقوات فلسطينية أن يتم تدريبها وأن تتولى السلطة. هذه خطوات مهمة جدا، وإسرائيل تصر على أن الضغط العسكري أدى أيضا إلى هذه التطورات الناتجة في هذه المفاوضات، ولكن من الواضح أن إمكانية نهاية الحرب تبدو أقرب مما مضى. شكرا جزيلا لك دكتور توماس واريك، مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق وكبير المستشارين بالمجلس الأطلسي، كنت معنا من واشنطن.